في المدرسة إيوه لا دفعاتي في تكية فقموجة في المرامة في تشيزي ثم فرحكي يا بنا متومي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد اسمه الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم ألف بين قلوبنا وزداد بيننا وحدنا سبنا السلام وفدنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفيش ما الله رمين وبطا وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين المرحمين اللهم عافنا واعفو عنا واحفظ ذكر اسمك اللهم اكفنا شر مسلمين الدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم Thank you.
Hapa tuko katika ziara ya dini hapo. Kwa hiyo tumekuja kutembelea ndugu zetu kwa nia na madhumuni ya kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yale mazuri ambayo kwamba waliojiandalia katika ulimwengu wao, Mwenyezi Mungu awazidishie, na pale ambapo walimkosea basi Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe. Na kama ilivyo kwamba kizuri ni sababu ya wewe kuweza kukumbuka akhera, na sisi tunafanya haya kwa kuwataba na kuwafuata mashehe zetu na wazee wetu. Na hapa tunaye Alhabib, inshallah tuambie nini soma, ili kwa ajili ya kuweza kufikishia mahitaji yetu, inshallah tusoma kwa mlango wa 11. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Amin, bismillah. Thank you.
Oh,
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم اللهم اسهل لنا مما نريد نجينا مما نخاف نجينا مما نخاف نجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف اتق بنا واغفرنا والمسلمين اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين وهذا القوة المتين ورحمة المساكين الخاصمين اللهم نسألك رزقا واسعا علما نافعا مشكورا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من تدبر باقي الأقوالين وليسواك ولا تجعلنا من خالق أمرك أصواك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله فسأكفيك من السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم